سو لما فاتوا الفرنسوية ب 18 ركضوا الاهالي، كان واحد بده شيء، بس بفتكر الابريشن تبعيت انه صاروا خلص. ايه اكزاكتلي، دونك شو صار؟ عملوا مدفن. هلا ما فهمت، انا ما عندي حدا يقول لي كيف قرروا يحطوا العظام بقلب ال... بكونوا حطوا مثل سولدا انكونيو ولا اكزاكتلي. وفي منهم مثل بيت الخازن وغيرهم عملوا لهم استاتيو بضيعه. هلا يلي ضلهم هن حاطط اسمهم هون كم واحد موجودين بقلب هذا المدفن، وهذا بالتسعينات رجعوا زبطوه وعملوهم مزبوط، وبلشوا حيط باطون ورا لحتى يفرزوه على مدفن وتركوا. ما حدا بيعرف شيء عنه، حتى ما حدا بيعرف انه في مدفن هون. طبعا عملوا بابليك سبيس بذات الوقت 6 اوف ماي هو عيد الصحافه، ما هن ثلاث ارباع يلي انشنقوا او نصهم كانوا ايه اصحاب جرايد وقالوا